السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي ندخلو في التمرين الأول في سيري طروا. التمرين الأول ألور نبداو في التمرين ديالنا. ها هو التمرين الأول. التمرين الأول شو تيقول؟ انظر لي فالور اكسبونونسيال زيرو إيكالا أن، اكسبونونسيال زيرو فيرجيل أن إيكالا أن فيرجيل 1050، أي اكسبونونسيال زيرو فيرجيل طروا إيكال 1000.1490. المهم عطاك الطروة ديال لي زانفورماسيون، دونك نعتبرهم لي زانفورماسيون يعني معلومات غادي يفيدونا في استخراج الجواب ديالنا. ارو قالك غادي تستخدم هاد المعلومات هادي، وغادي اونيتيليزون لي بولينوم دانتربولاسيون دو لاغرانج، يعني غادي تستخدم الطريقة ديال لاغرانج باش تحسب ليا اكسبونونسيال ديال 0.2. الو كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، بامكانك انك تجيب كالكولاتريس وتحسب اكسبونسيال ديال 0.2، ولكن هو ما طلبش منك تحسبها بكالكولاتريس، طلب منك تحسبها لي بولينوم دانتربولاسيون دو لاكرانج. بمعنى غادي تجبدها بالطريقه اللي وريتكم في، يعني غادي تخرج الصيغه اللي وريتكم في الفيديو السابق. صافي هذه الخلاصه ديال التمرين الاول. صافي ندوزو للجواب. طبيعة الحال بعض المرات راه مكيعطيكش اكسبونونسيال، كيجي شنو تيقول؟ تيقول الاف ديال زيرو كيساوي واحد، الاف ديال صفر فاصلة واحد كيساوي هذا، الاف ديال صفر فاصلة تلاتة كيساوي هذا، راه مكيعطيكش اكسبونونسيال. هنا عطاها لك كتجربة غير في أول مرة باش عملك شتي الطريقة عطاهم لك، ولكن راه مكيعطيهمش. ألوغ نشوفو الجواب ديالنا اللي هو هذا. نفتح لي البروغرام ديالي. الو هذا هو الجواب ديالنا. ملي تبغي تصايب الجواب ديال هاد السؤال هذا ديال لاغرانج، خصك اول حاجه ديرها هي الطابلو ديالك. الطابلو ديالك تحطو اللي هو هذا الطابلو. هذا هو الطابلو ديالنا، هذه هي بروميير شوت كنديروها. يعني عندنا اكس ايغال 0 اف لي اكس شحال كتساوي، اكس ايغال 0.1 اف لي اكس شحال كتساوي، اكس ايغال 0.2 هنا هي اللي طلبوا منا نحسبوها، اكس ايكال 0.3 اش هاك تساوي. الو حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد القايمة هادي وهاد القايمة هادي وهاد القايمة هادي بالمساعدة ديالهم، غادي بالمساعدة ديالهم غادي نحسبو هاد القايمة هادي. صافي هادي هي الميثود ديال لاغرانج. نوريك الطريقة باش غادي تحسبها وسالينا الترافاي ديالنا. اول حاجه لا فورمول، ديال لاغرانج. لا فورمول ديال لاغرانج هي هذه، بي ديال ان اكس متغير عندنا اكس، شفتو في الفيديو السابق كان عندنا اكس اي كنا عوضناها بالتراعته، ايغال لا سوم ديال ايغريك اي. هاد ايغريك اي هما القيم اللي كاينين فهاد المنطقه هذه ديال اف اكس، يعني الصور ديال اكس هي إيكغيك إي. و إل إي إكس، هاد إل إي إكس كنجبدوها بالمساعدة ديال هادو، فهمتوني؟ صافي هادو كنجبدوهم بالمساعدة ديال هادو ديال إف إكس، و إل إي كنجبدوهم بالمساعدة ديال إكس، لاحظتو؟ و هاد إل هادو غير صوار. دابا مثلا إيكغيك زيرو إيكغيك زيرو إيكغيك واحد، و ال 0 تحسب y 0 مضروبه في ال 0 زائد y 1 مضروبه في ال 1 زائد y 2 مضروبه في ال 2 وهكذا. فهمتوا الطريقه كي دايره؟ المهم هذه ماشي مشكل، هذه سي فاسيل. المشكل هو فين كاين المشكل؟ هو في هاد ال اي كي غادي دير تحسبها. هاد ال اي كي غادي دير تحسبها ها هي العلاقه. هاد العلاقه ديال تجيكم شويه معقده، ولكن غادي نشرحها لكم في الفيديو التالي. هاد بي هادي اللي مفهمهاش شنو هو لاصوم، كتعرفو شنو هو لاصوم هذا؟ يعني إيكغيك إف إل إي زائد إيكغيك زيرو إل زيرو زائد إيكغيك واحد إف إل واحد زائد. أما بالنسبة لهاد بي لا، هاد بي هو الضرب. مثلا إلا قلت لك إل زيرو، إلا قلت لك مثلا هذا إكس ناقص إكس زيرو على إكس واحد ناقص إكس زيرو، ما كنديروش زائد، ما كنساليو التعبير الاول ديالنا، ما كنديروش زائد كما كنديرو في لاصوم هذا،
ممكن نديرو في الرسم هذا، نديرو الضرب، نديرو الضرب هذا يعني الضرب، مجموع ديال الضرب هذا يعني مجموع ديال الزائد. مثلا إذا قلت لكم أعطوني قلت لكم مثلا بي ديال اي من زيرو حتى الان ديال واحد اكس اس اي شحال كتساوي؟ هي اكس اس واحد مضروب في اكس اس جوج مضروب في اكس اس ثلاثة مضروب تا غادي تا غادي غادي توصل مضروب في اكس اس ان. بينما الا قلت لك الاعصاب ديال اي ايكال زيرو تاع ان اكس اس اي شنو هي؟ هي اكس اس واحد بلاص اكس اس جوج بلاص غادي 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 تا اكس بلاص هنا تا اكس اس ان. بطبيعة الحال هذا الضرب، هذا الضرب وهذا هذا الرسم وهذا الضرب البرودوي. سي كوم سا لا فورمولا غادي تفهموها مزيان بالتطبيق ديالها في المثال، وديك الساعة نشوفو واش بقى لي. يلاه صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.